السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد الجوهني. اليوم عندنا شرح في الأسايمنت الثاني 1.25 فقرة A. نبغى نعرف إن السيجنال هذه بيريودك أو لا. إذا كانت بيريودك نحسب الفندمنتال بيريود. طبعا هنا عندنا الأوميجا بأربعة، عندنا قانون التي 2 باي على أوميجا، صار عندنا 2 باي على 4. نطبق هذا القانون اللي هو إكس تي سمو بلس تي كابيتال، نعوضها بمكان اي تي في السؤال. ف 3 كوساين 4 عندنا تي هنا في السؤال فعوضناها هنا، بلس باي على 3. ضربنا الاربعة بالتي، اربعة بالتي كابيتال اللي هي هذه قيمتها، بلس باي على 3. صار عندنا الاربعة هنا راحت مع الاربعة، صارت 2 باي بلس باي على 3. عندنا هذا قانون. بعد تطبيق هذا القانون حيصير الاكس تي بلس تي كابيتال ايكوال 3 كوسين 4 تي بلس باي على 3، هي نفس المعادله. فيعتبر ان هذا السيجنال بيريودك سيجنال، والفندمنتال بيريود اللي هي 2 باي على 4.